حياكم من جديد مشاهدين وفقرة أخبار ومنوعات لليوم. وأول خبر مرتبط أيضا بالتقنية، يمكن كثير سمع عن السترة الذكية من جوجل، فراح نتكلم أنها اليوم صارت هذه السترة ترد على المكالمات وتلتقط الصور أيضا. وساهمت أيضا شركة جوجل في إضفاء صبغة تقنية على سترة جينز زي ما انتم شايفين في هذا الفيديو، ظهرت مؤخرا أطلق عليها اسم جاكيت تراكر. التقنية الأساسية وراء السترة تعتمد على علامة أو منصة تدعم تقنية البلوتوث، والتي تعمل بمثابة لوحة اللمس حتى تتمكن من التحكم أيضا في الموسيقى وعدد قليل من التطبيقات الأخرى. الموضوع جميل، ولكن لو لاحظتوا شوي أنه يعني نحن مو كفاية جوالاتنا ما نقدر نستغنى عنها، صارت كمان ممكن ألبس جاكيت من الجينز، برضو في تقنية وبرضو موجودة في كل مكان، حتى صارت ملابسنا فيها تقنية. فما حبيت كثير هذا الموضوع، ما أعرف ممكن يفيد شريحة معينة أتوقع في هذا الأمر. إلى أيضا خبر ثاني ومختلف نوعا ما معنا اليوم، لشركة تمنح راتب لمن يسافر مع كلبه عزكم الله، والمقابل أكيد راح نعرف عنه في هذا الخبر. أعلنت شركة سياحية عن احتياجها لشغل وظائف غريبة من نوعها، وظائف أول مرة نسمع عنها براتب مجزي يبلغ هذا الراتب 3686 دولار أمريكي، وتتمثل الوظيفة في قضاء المرشحين عطلة، يأخذوا إجازة ويسافروا في 10 منازل سياحية تابعة لهذه الشركة في جميع أنحاء المملكة المتحدة، وكتابة أيضا تقارير عن جودة هذه المنازل والخدمات أيضا، ويمكن اصطحاب المرشحين لكلابهم، لأن أيضا تتوفر في هذه المنازل السياحية خدمة أو أماكن للحيوانات الأليفة. الموضوع بكل يعني بشكل أبسط أنه هذه المنازل السياحية وهذه الشركة اللي تملك هذه المنازل السياحية تبى تقيم هذه المنازل، فتجيب ناس تدفع لهم فلوس عشان يقيمون لهم كيف قضوا الإجازة، وإذا في أي تعليقات أو انتقادات ممكن ياخذوها في عين الاعتبار. صراحة الموضوع جميل وفكرت فيها، وممكن أسافر لو ممكن أتقدم لهذه الوظيفة. إلى أيضا مركبة ذاتية القيادة تجمع بين التكنولوجيا والترفيه أثناء الرحلات. تعتبر الشاحنة اللي شايفينها غاليليو هي مستقبل التخييم بحلول عام 2030، حيث جمعت بين الرفاهية والسفر والتكنولوجيا. والمركبة ذاتية القيادة وتم تجهيزها بأدوات فاخرة زي ما احنا شايفين في هذا الفيديو، كغرفة معيشة بمساحة كبيرة جدا ومطبخ وفراش أيضا، وتوجد ألواح للطاقة الشمسية لتزويد هذه المركبة بالكهرباء. جميلة جدا، تخيلوا إذا عندكم في وقت الشتاء تحديدا، أتوقع حتكون يعني مركبة جميلة جدا للتخييم. ولكن نحن ننتظر ل 2030 إن شاء الله راح تكون موجودة. أكيد عشاق البر راح يعجبوا بهذه المركبة لأنها فيها مميزات كثيرة جدا. وبكذا مشاهدينا انتهت أخبارنا لليوم.